مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائي في كل مكان ومتابعي برنامج ظلال الأصيل، تحية طيبة وأسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا ومرحبا بكم في هذا المشوار الجديد وهذه الحلقة التي تحمل الكثير من الملامح الإبداعية، والتي نبتدرها بالحديث عن حي النزهة وما يحمل هذا الحي من ملامح اجتماعية وثقافية وأدبية وفنية. كذلك سنذهب في فقرتنا الثانية هذا المساء للحديث عن تقدير الذات، كيف يمكن للإنسان أن يزيد من تقدير الذات والتفاعل مع النفس وتحفيزها في مساحة للتنمية الذاتية، وكذلك المساحة الأخيرة هي مساحة لتقديم تجربة فنية شابة في ظلال الأصيل. فقرات لهذا اليوم منتقاة بعناية، نرجو أن تنال وتجد منكم القبول والرضا. ولكن قبيل أن نبتدر هذا المشوار، التعازي القلبية الصادقة لأهالينا ولكل المسلمين وضحايا الحادث الذي وقع قبل يومين بتركيا وسوريا، الزلزال الذي كان مقياسه على ريختر 7.8 درجات. هذا الزلزال الذي خلف الكثير من الضحايا، الكثير من الجرحى، عاجل الشفاء لكل الجرحى. نسأل الله أن يلطف بهم وبأهاليهم وأن يربط على قلوب الآلي والأصحاب التعازي القلبية الصادقة من أسرة ظلال الأصيل لهذا اليوم ومن كل تيم القناة لكل الأهل والأحباب في سوريا وفي تركيا الذين تأثروا بهذه الحادثة المفجعة، الزلزال الذي ضرب يوم الاثنين الماضي جنوب تركيا وسوريا، مناطق متعددة ومتنوعة من تركيا وسوريا. شكرا جزيلا للزملاء في الاستوديو، وسعداء جدا أن نلتقي مع مشاهدينا الأعزاء الذين يتابعوننا عبر هذه المساحة. ومن المعلوم بالضرورة أن العلاقات السودانية التركية علاقات ضاربة في جذور التاريخ، وكل العالم في هذه الأيام يتابع عن قرب وعن كثب ما يجري في الأراضي التركية والكارثة التي ألمت بالأراضي في جنوب تركيا. ولعل الضمير الإنساني الحي ينبض بشيء من الخوف وبشيء من الجزع لما يجري لأهلنا في تركيا. في قناة الشروق نحن الآن نحيي كل السادة المشاهدين الذين يتابعوننا من داخل السفارة التركية، جئنا لنقدم عميق حزننا ومواساتنا للشعب التركي في شخص السفير التركي، سفير تركيا لدى الخرطوم. أهلا ومرحبا به وبكم عبر هذه المحطة السيد السفير إسماعيل أوغلو، سفير تركيا لدى الخرطوم. نحن نرحب بك في قناة الشروق، ونحن نبعث من خلالك عميق حزننا ومواساتنا للشعب التركي لما حاق به في هذه الكارثة الأخيرة. شكرا جزيلا. Thank you for coming to visit our embassy to show your support and solidarity. شكرا لمجيئكم للتعبير عن دعمكم لنا. لا توجد كلمات تصف هذه الحادثة التي تعتبر أكبر كارثة إنسانية تمر بها بلدنا. And we have received so much support. شعبنا يحاول تجاوز هذه الصدمة، ونحن وصلنا العديد من الدعم والمساندة من إخواننا وأخواتنا في السودان. تلقينا اتصالا من السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وكذلك نائب رئيس مجلس السيادة حميتي هاتفنا أيضا، ومجلس الوزراء، وعدد من القيادات الدينية والأهلية. Again, our minister has spoken to his counterpart. أنت تعلم أن الناس في الشارع أتوا لزيارتنا لتقديم الدعم والمساندة. فرق من الإنقاذ المنتشرة ستكون هذا الصباح في تركيا. نشكر لكم تضامنكم معنا.
قدم البعض منهم مساعدات عينية والبعض مادية والبعض بالدعاء للضحايا ونشكر لهم تقديم التعازي. In the aftermath of this big disasters, and we are grateful to the to our Sudanese brothers and sisters for all the moral support that they are extending to us. طمنا الآن على الوضع الآن في تركيا. We have around 5,000. أنت تعلم أن أكثر من 5,000 هم يمثلون إحصائيات الضحايا حتى الآن. We are keeping our optimism. Thousands of people are still. ونحن ما زلنا نعمل من أجل إنقاذ المزيد من الناجين من هذه الكارثة. We will, you know, we are a big nation. We will survive. This disaster. Thank you for coming to visit us. Thank you. نحن نقدم لك مجدداً مواساة الشعب السوداني وحر تعازي الشعب السوداني في هذه الكارثة التي ألمت بالشعب التركي. وبنقول لك thank you for being with us in this morning. Thank you. Thank you so much for your support, friendship and solidarity. نشكركم على تضامنكم معنا في هذه الكارثة. Thank you so much. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الأعزاء كانت هذه هي مساحة قصيرة مع سيد سفير تركيا لدى الخرطوم السيد إسماعيل أوغلو، والرجل هو مشغول بتلقي التعازي من أعضاء السلك الدبلوماسي هنا في الخرطوم ومن الرسميين والسادة المسؤولين في الخرطوم الذين هبوا لتقديم واجب العزاء في هذه الكارثة لإخوانهم في تركيا. نحن كما وعدنا السيد الوزير بحوار وحديث مطول مع قناة الشروق في مقبل الأيام حالما تستقر الأوضاع هناك في أنقرة. نحن نعدكم بهذا الحوار الذي سنفصل فيه عن أوضاع السودانيين أيضا المتواجدين في تركيا وفي الولايات التركية المختلفة. إلى جديد الملتقى واللقاء مع كل المشاهدين الأعزاء، أنا الآن أعود للزملاء في الاستوديو. شكرا للزميل مصطفى عبد الله في المحطة الماضية، ونجدد التعازي الصادق لكل أهالي الضحايا في تركيا وفي سوريا.